آخر مرة استخدمت فيها بلاستيك؟ لا، في أوقات كتير جدا بضطر استخدم بلاستيك. A world without plastics is hard to imagine. 17.6 billion pounds every year. The idea of plastics. مصر بتنتج 2 مليون طن سنويا من الأكياس البلاستيك. People are choosing to make something. Let's stop plastic pollution from wrecking our beaches and our oceans. وزارة البيئة خصصت 6 ملايين يورو لإنتاج البلاستيك القابل للتحلل. بدل ما البلاستيك ده بيوصل أكلنا وشربنا وبيجي لنا أمراض كتير. أنا شادي عبد الله، حالياً بدير جرينش وتحتها مشروع فيري نايل. إحنا بنشتغل بشكل يعني عام في التوعية اللي ليها علاقة بالبيئة، عن يعني ايه احتباس حراري، يعني ايه مشاكل ليها علاقه بالبيئه، ازاي بتاثر على حياتنا. احنا من خلال شغلي في مجال التنميه اصلا قبل كده، فاحنا شفنا ازاي ان الاعتماد على التمويل بشكل اساسي مش شرط ان هو بيبقى احسن حاجه. التمويل قرر ان هو خلاص مش مهتمين مثلا بمجال البيئه في اللحظه دي، فانت شغلك كله وقف وبقى مش موجود. فعشان كده استقلاليه والتمويل الذاتي ده حاجه مهمه جدا، ودي حاجه ما ابتدينا بيها جرينش. قلنا لا، دي حاجه مهمه قوي ان احنا نفكر فيها، مش هينفع نبقى معتمدين على تمويل بشكل كامل. فاللي احنا عملناه ان احنا ابتدينا نفكر في منتجات، ابتدينا نفكر هل اللي احنا بنقدمه ده خدمات، هو البيئه دي ايه؟ ما البيئه دي توفير موارد. طب في شركات ممكن تبقى مهتمه ان هي توفر في الموارد بتاعتها وان هي تبقى اكثر استدامه، فلقينا نفسنا قادرين نبقى بنقدم استشارات ونبقى بنشتغل مع شركات تقدر ان هي تبقى بتدر لنا دخل. اللي احنا دايما كنا حتى بنشبه بيه الموضوع ان احنا كمان عايزين نعمل ريسايكلينج للفلوس، يعني زي ما بيدخل لنا فلوس من انشطه، ازاي ان احنا ناخد الفلوس دي ونحولها لانشطه ثانيه ممكن ما تبقاش بتدر دخل، وهكذا نبقى بنشتغل الانشطه بتدخل فلوس ونبقى بنحطها في انشطه ثانيه الناس اللي بنديها لهم بيبقوا مش قادرين ان هم يدفعوا. احنا في جرينش بشكل سريع جدا اللي بنقدمه هو اول حاجه ان احنا للمكاتب وللشركات بنعمل لهم تقييم قد ايه هم بيطلعوا مخلفات، قد ايه بيصرفوا في الكهرباء، وبنعمل لهم توصيات ازاي ممكن يبقوا بيقللوا ده. وفي سيستم اونلاين يقدروا ان هم يبقوا يدخلوا فيه كل فواتيرهم ويبقوا بيجي لهم استشارات مبنيه على اساس استخدامهم وازاي ممكن يقللوه وازاي ممكن يوفروا كتير جدا. فاتوره الكهرباء لوحدها بتبقى مبلغ كبير جدا للشركات الكبيره، لمول، لحاجات كتيره جدا. فاحنا بنشتغل معاهم ان هم يبقوا مش بس بيوفروا، كمان حتى كمان بينتجوا اكتر من خلال طاقه شمسيه، ازاي ان هم ممكن يقللوا من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، سواء من خلال النقل لو شركات مثلا بتعمل دليفري كتير، ازاي نبص للمنظومه كلها ونساعد الشركه ان هي تنقل من شركه مش مهتمه بالبيئه وممكن تبقى بتصرف وبتعمل تكاليف مش بس بيئيه كمان بشكل فلوس، ان هي تبقى بتقلل ده. فده جزء. وفي جزء تاني التوعوي، ان احنا بنعمل حملات تنظيف في النيل. دلوقتي بنشتغل على البلاستيك اللي احنا بنلمه من النيل ومن البحر الاحمر والبحر المتوسط كمان، ان احنا نبقى بناخده ونطلع بيه بمنتجات. اول منتج احنا عملناه مع بوتن اب، وهم ورشه بتشتغل على تدريب السيدات اللي هم ما عندهمش مصدر دخل تاني وهم المعيلات لاسرهم، ان هم يعلموهم الخياطه. فاحنا اشتغلنا معاهم ازاي نحول البانرز البلاستيك بتاعت الاعلانات ان هي تبقى بتحول شنط ومقالم. بنشتغل اكتر على فكره الاكياس الشيبسي والبلاستيك دلوقتي، بنحاول نطور منتج منه. بنحاول كمان نبحث فكره البلاستيك اللي بيطلع ده ممكن يبقى بيطلع في شكل جزمه، زي في براندز كتير قوي بره بتعمل ده، وده جزء كبير قوي بسبب ان انا ليه موجود هنا في امريكا، ان انا احاول ان انا ابقى بشوف ايه التجارب اللي ممكن نعرف نكررها او على الاقل ممكن تبقى بتلهمنا في شكل المنتجات اللي احنا بنقدر نطلعها. وبالنسبه لنا كان هنا في امريكا مش بس حتى كمان التقنيات، بس كمان مشروعات ليها علاقه بدمج المجتمع، ليها علاقه بازاي ان احنا كمجتمع اصلا يبقى عندنا تواصل مع الطبيعه، ازاي نطلع بره، ازاي نبقى فاهمين البيئه بتاعتنا وازاي نطور المجتمع بتاعنا. فده برده كان جزء مهم جدا من تجربتنا هنا كجرينش او وجودنا هنا كمان. في جزء كبير جدا له علاقه بالتواصل مع كيانات وهيئات بتشتغل في مجال التعليم بخصوص البيئه، فعندهم ادله تدريبيه، فاحنا مش مضطرين نخلق الموضوع من اول وجديد خالص، عندهم بس ادله تدريبيه بالانجليزي فاحنا ممكن نترجمها.
فكان خلال تجربتنا هنا قعدنا مع ناس كتير جدا بيعملوا ده. ففكره ان احنا نخلق محتوى تعليمي ليه علاقه بالبيئه بالعربي مفتوح المصدر، دي حاجه احنا مهتمين بيها جدا لان هو مش موجود، مش متاح.